شفت رئيس الطباخي؟ رئيس الطباخي لا يطبخ. اليوم امثلتك كثيره في الاكل والعشاء. ها احنا الساعه الحين 11 ربع، ابو عبد الرحمن جهز العشاء. خلاص، رئيس الطباخي لا يطبخ. اي نعم. ولكن يقف على رؤوس الطباخين ويوجه ويعلم وينبه ويعدل ويحسن ويبرر ويفسر. هذا المعلم. جميل. هذا المعلم. خلى الطلاب يطبخون، واللي ما يعرف يطبخ اليوم بكره يتعلم. تقول الطالب كيف يوصل المعلومه وهو ما يعرف لها؟ يا اخي ما هو احيانا قد يصل الى ان يشعر بالحاجه الى المعلومه. فلما تعطيه انت المعلومه تعطيه على حديد ساخن، شعر كان يقول لك يا استاذ ايش عندك، خلاص انا ابغى الجواب منك. يصل الى المعلومه. القضيه ما فيها ان الذهن يتدرب، يا سادة الذهن يتدرب كما تدرب العضلات. العضله التي تحركها باستمرار تكتسب لياقه. الذهن الذي يفكر باستمرار يكتسب لياقه. اليوم يفكر ولا يجيب نتيجه، بكره يفكر يجيب نتيجه. السلام. وعنده قدره على النقد. شبابنا اليوم كيف نحصنهم؟ كيف تعطيهم حصانه ضد الـ 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 كل ما يهددهم اخلاقيا ولا فكريا؟ يكون عنده عقل ناقد. عقل الناقد هذا غير اذا لم يعمل فالملكه، ملكه النقد غير موجوده. ولا تخاف من النقد. لا تخشى من النقد ابدا. لماذا؟ لان النقد لا يستطيع ان يواجه الحقيقه. النقد يثبت الحقيقه. صحيح. التفكير الناقد هو الذي اخرج الاختراعات هذه كلها اللي انت شايفها. اختراعات ما هي؟ حقائق موجوده في الكون اكتشفناها عن طريق التفكير الناقد. التفكير الناقد لا يضر الحقيقه، ولذلك الله يتحدى البشر كلهم، قال تامل الكون. يريدهم ان يتاملوا وان ينتقدوا. لماذا؟ لان النقد سوف يوصلهم الى الله. الله. النقد خطير على من؟ على من عنده مغالطات. الذي عنده مغالطات لا يريد ان ينمي على حس النقد. هذا